صح كده شوف هذا الاحمر يغطي هذا العصب الاحمر والازرق يغطي العصب الازرق. موتور يونت 1 مير فايبر اند اول مصر فايبر ان ذا والموتور يونت يلد النير عندك الوحده والفايبرز اللي يغطيها. طبعا الفايبرز لازم تحطوا له بالكم شغله واحده كلش مهمه، هاي الموتور يونت ما مفصوله عن بعض. يعني شلون؟ تقدر واحد يفهم وياه هاي الموتور هون قدام في الصوره. بس حد يعني لو كان
هو يعتمد مثلا على اقتراح الديستربنس والستيميليشن وهذا المشكله شنو مثلا السيبي ضارب جزء من الشلطه مع الواحد من النيرف جزء من النيرف ما ضارب الباقي كله صاير مشكله مثلا ضغط على من خاصه مسافه الظهر سباينال كور النيرف لما يطلع يجيب رجع على جزء من النيرف مو كله فالمرات صار عليه فجر تصير فيها مشكله اللي ما صار عليه فجر ما يصير له مشكله هي نورمال هذا تحسين مثلا الانسان يحس خدر يحس وجع يحس عدم قدره على الحركه يحس مثلا قوه في التنمل وصل فايبرز وفون موتور موتور يونت ديسبيرس فور هذا اللي يتم عليه يعني وصل فايبرز الموتور يونت لوحده فايبرز ما منتشر داخل المصر مو متشكل في زي مكان واحد كونتراكت يوزر كله يعني هو يوم كونتراكت شو الكونتراكشن مالته مسوي يعني لانه نفس النيرف بس احنا فكرتنا شنو نقول؟ انه اذا صار سكشن قطع واحد هاي الخايفه مالته شنو صدق؟ فد يوم من الايام راح تسوي له عمليه يعني مثلا احنا نفسنا نفتح مثل فراغ نفتح يجوز لنا نضعف من البرانشات مال النيرف صدق او جيت طب واحد من البرانس راحت اذا كانت جزء من المصل كاملة يتخفف مثلا هذا كله يتخفف في اي واي انضرب اي هذا يصير كرابيس هذا ليس كرابيس لكن اذا كان منتشر داخل المصل الفكت ما يتخفف يعني اذا كان جزء من هذا في اي فاي لما ينضرب بعد الفكت ما ينتشر على الكل مو في مكان واحد العضله كلها تصفر واضح الفكره؟ نقول هسه هذا الاعتبار بارت اوف مصل بارت هذا مصل بيكت بارت اذا كان اي غد هنا بي غد هنا وسي غد هنا اذا اي ضربه كان عمليه طلق ناري فشي صارت قطع سكينة هاي المنطقه كلها تسقط نفقد هاي المنطقه بكها بعد ما يعني راحت بس يبقى لها هذا وهذا يصير في الوسط راح يؤدين هذول حتى يأثر على شغلهم هذول لكن اذا جزء من هذا اي جزء بي وجزء سي نفس الحاله هنا وهنا فاينما تروح الباد افكت يعني المنطقه المقصوده تنتشر على الكل فمبدئيا العضله تبقى تشتغل لنا وين كان المشكله خلاص على مود حافظ يعني رب العالمين سوى لنا هذا الشيء على مود يحافظ لنا على العضله نفسها اذا صار اي افكت راح جزء من العضله الباقي يقدر يكمل شغله بينما يعني جزء كامل اذا راح تقريبا العضله تنفقد هذه كانت صار لا يعني انت مثلا عصب يجي غدير اي كان كل وقت لا هو لا اذا راح او هذا مو بس هو مصر في انت كل ما تكون الانجري هذا يلا سيرجي الانجري كل ما تكون اعلى كل ما كان يقول الافكت ما له اسم لانه تضرب السنتر كله ضربت السنتر كله كل ما يكون اعلى كل ما المناطق اللي بغطيها تتجاهل كل ما يمشي يصير ديفيجنز وكل ما تروح اعلى تصير هاي الديفيجنز اللي جوا كلها تروح كل ما تكون لو كل ما الكت مال لو هذا صفاره على المياه على موضوع المياه المياه سيستم الانجري مال المياه كل ما تنزل البرونش البرانشات القائمه نزل اسامي الشين هذول شباب اشتغلوا بس لو ما تروح كل ما تحط فوق كل ما البرانشات اللي تكون جوا كلها قلت النيرف البرانش الاساسي في الشارك وقلت مقسم يا بي نيرف سبلاي او نيرف هندين غادي الاي والبي او سي زي ما جبت انشارك بالبرانش الاساسي شنو اللي يعمل تروح للبي او سي ليش تروح بس للاي؟ هذا هي الدريشن داخل الطريق الدريشن داخل الطريق على قسم العلم هاي شغلات ما مثبته 100% الله سبحانه وتعالى خلقك اجيال راسك حتى الان معظم اسعارها ما روح يعني الجديد اخترعوا لنا هسه الام ار اي ما يسمونه 3 دي ما اعرف شنو هذا شيء مو طبيعي يعني تشوف البرين نظام مالته تخبط هذا شيء متعلق بالبرين يعني مو داخل البرين هذا انتجريشن داخل البرين برودوسر كونتراكشنز اوفر وايد اريا
هذا اللي بناكل عليه فجزء من بس وان من البرانشات مال الدير نفس الأسعار في سوق الكونتراكت. Provides ability to sustain long-term construction as motor units take turn contracting postural control. بين أقول أصبح تعزف الكلام نقول الأول ما تعرض بين في سلبي تناوب ال contraction على وقت التوقف لأنه تعرض. جزء من عندك لازم تصير extension جزء من flexion على وقت التوقف شيء تقدم حرب حاول على وجزء ما تقول دوار. إذا كل صابي contraction أو كل صابي يعني relaxation تقدر تمشي. تقدر توقف عن سواق كما انت جماعة اللي صار الموضوع بالضبط وش صار الموضوع البرنس او فلاكسيشن دور فرانس تقول الماسس فعلا ما تقدر توقف يعني هذا الضغط الفاعل على الجسم حتى شكرا الغاص حتى انا استعملت شغل ايجابي قبل الموتر الميوتس 200 مصر فايبر فور ايتش موتر هذا بشكل عام يعني مبدا عام بس مثل ما قلت لكم small motor units, 5 degrees of control, that has muscle fibers to the neurons. Your eye and hand, the movements in fine, delicate. But often, هذا مهم لو هذا مثلا خلينا نقول القصب هذا مهم يا اصبع انا لبوب زين حجم ما تبي البرين مش كيف الموتور كورتكس ما تبي كيف الصوره بيني حتى تيجي هذا حجم البرين الموتور كورتكس بالموتور كورتكس حجم هذه من البطن كله هذا موفمنت مالته كنترول موفمنت مالته حجم كل برين اعلى من مالته الجزره كلها هذه الجزره مالته هاي الهوشه كلها اصغر من الموتور كورتكس اقل من هذا ولهذا بالانفجارات هذا خلوه بالكم دائما تكون مقيمين دوريين ونجوم. اي انفجار البلي المهم تنقذ الثم. انقذ الثم. الباقي مو مهم. اي واحد من عنده باقي ويا الثم ايد كامل. ويا الثم اي اصبع باقي يعتبر ايد كامل. حتى الثم واحده يقدر يعتبر ايد كامل. بس حافظ على الثم. اذا حافظت على الثم تحافظ عليه كله. البقية مين؟ تنشل. يعني إذا صار إنجري، إذا جاب إنجري، حاول. شو تشيلين؟ بلاك شو اسمه ما تعرف؟ بول ما تخليه يتهد. والله كل شلون يعني تحافظ عليه؟ لا أنت مو شرط. أنت قام في الدوري ما مكمل. لا أنت مو شرط. بس قبل أن تكمل في الدوري، عشرة. حافظ على هذا. هذا الفينجر أهم من البقية الأربعة. حافظ على الكل بس هذا اهتمية لما تصير سيرجن هذا اهم شيء هذا اهم الكل دكتور اذا مثلا صار انجري للثمب يعني ايش راح يصير للدماغ؟ اذا صار مثلا انجري للثمب وفقدناه ايش راح يصير للدماغ؟ الدماغ ما يصير فيه شيء انا اقول لك اهميه هذا الفيزا هذا اذا صار فيه شيء ما ناخذ رينها ما يصير فيه شيء بس فقدنا وظيفته بس بعيد عن السامعين واحد من ايده لما خسر مثلا بس يسوي لنا غير مشاكل هذا موضوع اخر هذا يسمى فانتوم بين وما الى ذلك ما له علاقه بالموضوع هذا الاورتو سيرجن بس الموضوع كيف غير ما يسوي اي شيء هو يحس انه في تقدير فقدنا الوظيفه مالته لا موتور يونت في مواد الكاثر في اس 1005 في النيورون من المصل فايبر في المطر النيورا ماسكولار جانش طبعا عندنا من النيورا فايبر لما نيورا فايبر لما توصل مصل فايبر كده بينها تبجمش ليش يسموه نيورا ماسكولار جانش المكان مال الاتقال يسموه سينابس والبوينت وير النيورا فايبر ميتس الشارس السينابس هو المكان اللي ينكتب فيه النيورا خلية تابعة أي مكان مثلا إحنا عندنا مصر توهم شيء سيارة في أمريكا مكان الاتصال عشان يسموه سيناس بس ما يسموه مصر ليش يسموه سيناس إيه صحيح ما بينا نقول سيناس بس ما يسموه مصر ليش ما يسموه
يعني ما ماسك الجاب شنو يعني شنو كان صار كلمة صار
شنو الفائده مالتها؟ صعب الانجليزي دمرونه واحد يعني
مع الاسف معظم الماده اللي اخذتوها الاول نسيتوها صح؟ مو مطلع شيء الا ما راح اموالك شيء تنبني على شيء شيء تنبني على اشياء هذا خليل الورانيين هذول الجماعه الاخيره اللي كانوا صوتهم يعني بتتكلم اكسايتبل سيلز شنو؟ غير بلازما برين اكسبتس موت تشينج ريسبونس كونديشن هذا جا ستيميليشن البلازما برين معناته مسوي لنا تشينج الكتريستي الفرنسي ما تنجح تشينج الالكتروفيسيولوجي هو الاستخدام في الالكتريكال كيمياء اي سيل بشكل عام السيل ما من اي سيل في السيل اذا جا ستيميليوس يسوي لنا تشينج الكتريستي بس الموست امبورتنت بيناتهم هو الوصل والنيرف احد الاسباب من ضمن انه الكتريستي اللي سوى عرض السيتروفيكيشن في النخل والإفكت مالها مو بس في الخلية المسل تنتقل إلى جهات أخرى. إن الستيميليتد ريستنج سيل ترى مور أنيونز نيجاتيف أيونز أون ذا إنسايد أوف ذا بلازما برين ذان أون ذا أوتسايد. ذا بلازما برين إز كريتيكالي بولارايزد تشارج. ذير آر إكزيس صوديوم أيونز إن ذا إكسترا سيلولار فلويد وعندنا إكزيس بوتاسيوم إن إكسترا سيلولار فلويد. بوتاسيوم داخل هنا دائما تلقون بوتاسيوم وبرا عندنا بوتاسيوم صوت هنا التغيير هذا يسوون تشينج مال البارامتر داخل يصير عادة تعقد مور نيجاتيف ذان اوتسايد ليش؟ شيء ماخذيها من كلمة كيريا ليش داخل مور نيجاتيف ذان اوتسايد؟ داخل الخلية اب بروتينة بروتينة هذا كلها تتشارج فتلقى جوا مور نيجاتيف ذان اوتسايد Also in the intracellular fluid, there are anions such as proteins and defenses and phosphates that can penetrate the plasma membrane. The US German. Proteins and defenses with phosphates. These anions maintain inside of the plasma membrane negatively charged by the compartment to the alpha cells. Voltage is the potential difference in the electrical charge from one point to another. And how general can I tell you the change? البرايتي من نقطة معينة نقول هاي بولارايز لا كان بولارايز هاي كان بولارايز ودي بولارايز بلاستيك ممبرين بوتنشال اباوت 90 هو انا اقول لك 90 عادة احنا نقول اكثر ولا ماينس 70 ماينس 70 ماينس 90 تقريبا مينتين بارسون بوتاسيوم ماخذيها هذا غير بطاري شنو؟ شنو الموضوع مالته؟ شنو في الماء؟ القشر انا عارف القشر بس شنو في الماء؟ فهو الجسم واقف على صوديوم بوتاسيوم كثير الجسم انت كانسان اللي بعد السمكانك لو ما صوديوم بوتاسيوم كثير تموت الاحباط اذا لقينا في هو مينتين ستيسيس كل امتين اذا تريد يعني توصفها بكل امتين تشمل كل شيء مينتين ستيسيس نظام هذا اسم واحد هو بقي لك يا معدل تنظف بس اي خلطه طبيعي تتخلط لانه اذا العينات تطب وما تطلع مره ويطب تطلع ومطب تطب شو عدم الهيموستاسيس هو بس صوديوم بوتاسيوم اذا هو يسوي لك تبع جرادين هيموستاتيك جرادين ومثل ما قلنا في المحاضره اللي فاتت الصوديوم اذا مشى من يمشي وراه سترايد ووتر شوفوا هو صحيح الصوديوم بوزيتيف ده يطلع مثلا او بوزيتيف ده يدخل بس وراي يجي نيجاتيف ويكون ماي ويصير هوسه وخبصه يعني التغيير وايد. الفكت ماتا. الفكت ماتا تشنجاتها سوي استميليشن مو هي مو واحده في عده جوانب عده مراحل يبدي هنا مثلا خلينا نقول هناك صار تشنج. هو هني مالته مو هنا. تدري هني مالته وين؟
جيت اللي عندنا فولتج جيت يعني كان تشين بالفولت فالفولت تشين صار لنا الى ان وصل لنا فقط هني بيوصل لنا لما نفتح حال الضابط تشين ما نتغير ناس تشين مثلا فين ريسبتر وصار استيميشن هنا بس ما بقيت هنا بقيت هنا بس يوصل هنا يفتح الجيت يسوي استيميشن يدخل الامر نو فول افتر Thank you.